سيدرا بيوتي صارت كتير نشيطة ومتفاعلة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على انستغرام، حيث عم بتشارك مع جمهورها معظم تفاصيل حياتها ومفاجآتها الجديدة. فمؤخرا شهدناها بلايف انستغرام مع كل من انس وبيسان وجلال، وكثفت ظهورها خاصة بعد عودتها لدبي مؤخرا، فأطلت على الجمهور بلوك شعر جديد، وكان هالمرة لوك جريء جدا، فاختارت هالمرة الروز جولد كلون شعر جديد وأحب الجمهور وبشدة. غير عن ذلك فعم بتحضر لمفاجأة جديدة أعلنت عنها عن طريق هالصور اللي أظهرت فيها خاتم بإيدها وعلقت بي رح تعرفوا كل شي بعدين، كتير متحمسة. فبلشت تساؤلات الجمهور عن سر هالمفاجأة وخاصة عن سر هالخاتم اللي بإيدها واللي أظهرته باللايف اللي جمعها مع أنس وبيسان وقت تواجدها بالسويد، حيث طلعت عدة إشاعات مؤخرا على السوشيال ميديا زعم فيها البعض خطوبة سيدرا رغم سنها الصغير، وحيث ربطها البعض بعدة يوتيوبرز وأكثرهم تم تداول اسم أسامة مروة. فما صحت هالإشاعات؟ فحسب مصادرنا الخاصة واللي أفادتنا بخبر حصري فلا صحة لهذا الخبر وكلها مجرد إشاعات كاذبة، فسيدرا مو مرتبطة حاليا ولساتها صغيرة عن الموضوع وخاصة عن موضوع الخطوبة. ويبقى موضوع الخاتم سر مفاجأة محتفظة فيها سيدرا للإعلان عنها بالوقت المناسب. فشو رأيكم أنتو؟ شو ممكن تكون مفاجأة سيدرا؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.